بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين، أما بعد. باب الصداق. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتاقها صداقها، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الصداق. شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر الأحكام أو الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصداق، ويسمى صداقًا ومهرًا ونحلةً ونحو ذلك من المسميات. ولأهل العلم في حكم الصداق أوجه، وهما وجهان في مذهب الإمام أحمد. فمشهور مذهب الإمام أحمد أن الصداق من مقتضيات العقد وأثر من آثاره، والرواية الثانية في المذهب أن الصداق ركن أو شرط فيه. وحينما نقول إنه ركن أو شرط فيه، بناء على أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يتساهلون أحيانا في تسمية الشروط أركانا، ولذلك فإنهم عندما تنازعوا هل النية ركن في الصلاة أم شرط فيها، إنما جعلوا ثمرة ذلك في مسألة تقدم النية على أول العمل. فالمقصود أن الصداق قيل إنه من مقتضيات العقد وأثر من آثاره، وهو مشهور المذهب. والرواية الثانية كما مر معنا أن الصداق هو شرط في النكاح، فلا يصح نكاح بدونه. والفرق بين الروايتين فيما لو اتفق الزوج والزوجة على ألا صداق بينهما، لو أن رجلا تزوج امرأة وقال: لا صداق بيننا، ورضيت بذلك المرأة أو وليها رضي بذلك، فعلى مشهور المذهب فإن هذا الشرط غير صحيح والعقد صحيح، لأن القاعدة المعروفة عندنا أن الشرط الذي ينفي مقتضى العقد لا يفسد العقد، وإنما يفسد الشرط وحده ويبقى العقد صحيحا. وأما على الرواية الثانية في المذهب، وهي اختيار الشيخ تقي الدين، فإن الزوجين أو الزوج مع ولي المرأة إذا اتفقا ألا مهر بينهما فإن العقد حينئذ يكون باطلا. ولذلك فإن الشيخ تقي الدين حينما وجه بطلان نكاح الشغار وجهه بأن فيه نفيا للمهر، فمن نفى المهر فقد نفى شرطا من شروط العقد أو ركنا فيه، فإذا انتفى الشرط، انتفى المشروط أو انتفى الفعل الذي هو ركن له، فحينئذ يكون العقد باطلا. وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل لمسألة نفي المهر حينما نتكلم عن حكم المفوضة. أول حديث أورده المصنف رحمه الله تعالى هو حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعتق صفية، وصفية هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ملكها في سهمه حينما فتح الله عز وجل له خيبر. أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، يعني أنه جعل مهرها هو عتقها. وهذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن هذا الحديث استدل به على أن النكاح يصح بغير اللفظ الصحيح، وذلك أنه لم ينقل في هذا الحديث بغير اللفظ الصريح، وذلك لأنه لم يأتي وينقل في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه قال: وأنكحتها أو تزوجتها. ومر معنا قبل أن مشهور المذهب أنه لا يصح عقد النكاح إلا باللفظ الصريح، وأن عقد النكاح ليست له ألفاظ كنائية، وألفاظ الصريحة في المذهب لفظان: النكاح والتزويج دون ما عداهما. والرواية الثانية، وقد انتصر ابن القيم لهذه الرواية واستدل لها بحديث الباب، أنه يجوز التزويج بغير هذين اللفظين، وجعل عتقها صداقها، ولم يقل تزوجتها ولا غير ذلك. المسألة الثانية في هذا الحديث فيه أن المرأة يجوز له أن يتولى طرفي العقد، بأن يكون هو الزوج وأن يكون هو وليا للمرأة معا، وذلك فيما لو وكلت المرأة في تزويج، أو كان نقول لو أن رجلا
أوصى إلى رجل بتزويج بناته، فهذا الوصي زوج نفسه من هذه المرأة التي أوصي إليه بها، فحينئذ يصح العقد. أو كان ولي المرأة ابن عم لها وهو أقرب عصبتها فرام زواجها، فإنه يزوج نفسه منها فيكون هو وليا ويكون هو زوج. وكذلك الوكيل، أي وكيل الولي، يجوز له أن يتولى طرفي العقد في هذا الباب. المسألة الثالثة وهي محل الشاهد من إيراد هذا الحديث، هذا الحديث فيه أن الرجل إذا ملك امرأة فإنه لا يجوز له أن يتزوجها إذا كان مالكا لها. لماذا؟ لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح، فهو يجوز له الانتفاع بهذه المرأة، ومن الانتفاع الوطء من غير عقد نكاح. بل لا يجوز لحر أن يتزوج أمة إلا أن يكون عادما الطول بأن لا يكون قادرا على الزواج من حرة، ولكن يستحب له أن يعتقها وأن يتزوجها بعد عتقها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تزوجها بعد اعتاقها. وفي هذا الحديث أن الرجل إذا قال اعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها فإنه حينئذ يصح الزواج، يصح الزواج ولو لم أو نقول ولا يحتاج هذا النكاح إلى تجديد عقد، ما يحتاج إلى تجديد عقد. لماذا قلنا إنه لا يحتاج؟ لأن بعضا من أهل العلم قالوا إنه لا بد من تجديد العقد، إذ لا يمكن أن يتقارن عقد العتق مع عقد النكاح، فهو علق العتق على أو فعلق أحد العقدين على الآخر فاقترنا فكان في وقت واحد، والواجب أن يتقدم العتق على الزواج. ولكن نقول إن هذا الحديث نص صريح في أنه لا يحتاج إلى تجديد العقد ولا يحتاج إلى إذن من ولي، لأنه هو وليها. وهذا القول بأنه لا يحتاج إلى تجديد عقد ولا ولي، هذا من مفردات المذهب التي لم يوافقه عليها أحد من المذاهب الثلاثة. وقد قال بعض أهل العلم هو الشيخ تقي الدين أن ما كان من مفردات المذهب مجزوما به لا خلاف فيه بين الروايات المشهورة في المذهب، فالغالب أن مستنده يكون النص الصريح، مثل هذه المسألة وعشرات المسائل المذكورة في المفردات كالوضوء من لحم الجزور وغير ذلك من المسائل. فإذا عرفنا أن ذلك كذلك، وهو أنه يجوز أن يقول الرجل جعلت اعتقت المرأة أو اعتقت أمتي وجعلت صداقها عتقها، فقد اختلف في المذهب في توجيه ذلك، هم يجزونه وجها واحدا بلا إشكال، ولكن ما هو توجيه ذلك؟ لهم توجيهات. من هذه التوجيهات ما ذكره الشيخ تقي الدين أن وجه ذلك أن هذا من باب الاستثناء في العقد، وقد ثبت في صحيح مسلم ومر معنا في باب البيوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الثنيا إذا علمت إلا أن تعلم، فأباح الثنيا وهو الاستثناء في العقد إذا علمت. فكأن المرأة هنا أعتق المرأة وهي أمته، أعتقها، أعتق المرء أمته واستثنى بضعها، والاستثناء للبضع لا يجوز إلا بعقد النكاح. فرأى الشيخ تقي الدين أن هذا يكون من باب الثنيا في العتق، ولذلك فإن هذا العقد صحيح ولو لم ترضى هذه الأمة المعتقة، فإن العقد أي عقد النكاح يكون صحيحا لازما لها ولو لم ترضى، لأن عقد العتق لازم والثنية هنا جائزة. هذا الوجه الأول في توجيه هذا الحكم الذي ورد به هذا الحديث. التوجيه الثاني ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى أنه ذكر أن هذا من باب أن المهر أن المرأة إذا علمت أو إذا رضيت بعلم الزوج وبمنفعة مقدمة من الزوج فإنه يصح العقد، إذا علمت بعلم الزوج وبمنفعة تتحصل. قال فهذا الحديث المرأة علمت بمنفعة متحصلة لها وهي الحرية،
فهي منفعة ستأتيها فيما بعد، فحينئذ يصح. وبناء عليه بنى عليه ابن القيم أن المرأة إذا علمت أن زوجها عالم بالشرع حافظ للقرآن أو بعضه، وأنها ستنتفع بعلمه بالتعلم منه، فإن العقد حينئذ يصح. وسيمر معنا إن شاء الله فيما لو أن امرأة تزوج امرأة على أن يعلمها القرآن هل يصح أم لا، وكيف أن الرواية الثانية صحح العقد توجيها له بأوجه، ومنها حديث أنس المذكور هنا. وعن أبي سلامة ابن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشأ. قال: ونشأ. قالت: أتدري من النشأ؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية لتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه مسلم. نعم، هذا حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة رضي الله عنها، وأبو سلمة اسمه كنيته، فاسمه أبو سلمة. سأل عائشة كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. ثم قالت: أتدري من نش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. هذا الحديث فيه بيان مقدار المهر الذي كان ينحله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأزواجه، وأنه كان 500 درهم على أكثر ما ورد، إذ ورد أقل من ذلك، فقد جاء أن مهره على نسائه ولبناته إنما كان 400 درهم، ولذلك قيل إن مهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته من 400 إلى 500 درهم. ولذلك يقول أهل العلم، وهو المذهب اختيار الشيخ تقي الدين ونص عليه في غير ما موضع، أن السنة أن يكون مهر المرأة مع يسار الزوج وقدرته، انظر معي، مع يسار الزوج وقدرته، أن يكون من 400 درهم إلى 500 درهم. قال الشيخ تقي الدين: ومن غالى في مهر بناته وظن أن مغالاته في مهر بناته عن هذا المقدار إكرام لهن فهو جاهل أحمق، فإن أكرم البنات إنما هن بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك لم يزد على 500 درهم صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن هذه 500 درهم إنما هي من الدراهم الخالصة، إذ الدراهم في الزمان الأول بعضها يكون خالصا وبعضها يكون غير خالص. قال: ويعادل ذلك نحوا من 19 دينارا، تعادل نحوا من 19 دينارا. وقد مر معنا في أكثر من موضع أن الدينار يعادل 4 جرامات وربع، فإذا قلت 19 في 4 جرامات وربع فإنه حينئذ نقول 4 في 20 تقريبا 80 جرام فضة، عفوا 80 جرام ذهب، وجرام الذهب أو أكثر 85 جرام يعني من الذهب، وإذا ضربته ب200 ريال ونحوها ستجد أنه لن يصل على أقصى تقدير كم، 15,000 أو أقل أظن. وهذا هو السنة في مهر بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والواجب على الرجل مع قدرة الزوج ويساره ألا يزيد عن ذلك، أي ولي المرأة. وأما إن كان الزوج أقل يسارا من ذلك فإنما هو بحسب الأسهل عليه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطيمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. نعم، هذا حديث ابن عباس أن عليا رضي الله عنه لما تزوج فاطمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا، فقال: ما عندي شيء. فقوله أعطها شيئا ليس هو المهر، لأنه قد جاء في أكثر من حديث بيان مهر علي رضي الله عنه لفاطمة، وإنما قال أعطها شيئا أي قدم شيئا من المهر لها قبل الدخول بها.
فنأخذ من ذلك أن السنة للزوج أن يعطي زوجته شيئا قبل الدخول بها. ولذا قال محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى: مضت السنة ألا يدخل بالزوجة حتى يعطيها شيئا، حتى يعطيها شيئا. فيكون من السنة أن يعجل بعض المهر إن لم يكن كل المهر، وألا يتأخر في إعطائها شيئا من ذلك. وهذا التعجيل المهر أو بعضه محمول على الاستحباب لا الوجوب، لأنه جاء في حديث عقبة الذي زوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعطي زوجته شيئا، فدل ذلك على أن ذلك محمول على الاستحباب، أي حديث ابن عباس في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أن يعطي فاطمة شيئا، فقال أعطها شيئا، فقال ما عندي شيء، قال فأين درعك الحطمية، فأعطاها علي ذلك. قال رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وكذا صححه ابن عبد الهادي في المحرر. في هذا أنه يستحب كما قلت قبل قليل حكمان: الحكم الأول أنه يستحب أن تعطى المرأة شيئا من مهرها، بل قد قال بعض أهل العلم إن الأفضل والأتم أن يكون المهر معجلا وألا يكون منه شيء مؤجل. والأمر الثاني أنه يستحب إهداء الزوجة شيئا غير المهر، إذ هذه الدرع ليست من المهر وإنما هي أمر آخر، فدل على استحباب ذلك. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. رواه أحمد والأربعة إلى الترمذي. نعم. هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة، يعني أمر وعدت عليه وعد عليها، قال قبل عصمة النكاح فهو لها، أي أن كل شيء يكون مسمى قبل عقد النكاح فإنه يكون مهرا. وبناء على ذلك فلو قال الرجل لزوجه: تزوجتك على 1000 وكذا وكذا من الذهب، فإن هذا الذهب يكون من المهر ويكون من الصداق، وبناء عليه فإنه يكون ملكا للزوجة. والأمر الثاني يتنصف بالفرقة قبل الدخول. والأمر الثالث أن المرأة إذا خالعت زوجها فإنما ترد له المهر المسمى، ومن المهر المسمى كل ما كان مسمى قبل عقد النكاح. وهذا معنى قوله قبل عصمة النكاح فهو لها، أي ملك للمرأة ويكون داخلا في عقد في المهر. قال: وما كان بعد عصمة النكاح، أي بعد إنشاء العقد وإبرامه ولو لم يكن هناك دخول، فهو لمن أعطيه. فقد يكون قد أعطي هذا المال أبو المرأة أو أخوها أو وليها أو أمها، ولا يكون ذلك من المهر. قال: وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته، يعني أنه يجوز المرأة أن يأخذ هدية لأجل تزويج ابنته أو أخته ونحو ذلك. في هذا الحديث مسألة مشكلة جدا عند أهل العلم، وما زال الخلاف فيها إلى الآن قائما في المحاكم، وهو مسألة ما الذي يعد من المهر وما الذي لا يعد منه. فإن كثيرا من الناس إذا تزوج فإنه يعطي المرأة مهرا مسمى ويزيد على هذا المهر هدايا كثيرة قبل النكاح وبعده، فما قبل النكاح مما يهديها فإنما هو من باب الترغيب بنكاحها، وما بعد النكاح فإنه يكون من باب عموم الهدايا، ولها أسماء كثيرة عند الناس، فشيء يكون قبل الدخول وشيء بعده وشيء يعني في أول ليلة، وهكذا من المسميات التي تختلف بأعراف الناس. والذي عليه المذهب أن كل شيء أهديته المرأة قبل عقد النكاح لأجل تزويجها فإنه مهر، فالهدايا التي تكون قبل ذلك في مرحلة الخطوبة وغيرها كل هذا يعد من المهر، لأن الرجل لا يهدي المرأة هذا الشيء إلا بقصد الترغيب به، ويعني أنه يرغب المرأة وأهلها به بهذا الأمر، فيكون داخلا في مسمى المهر. وهذه المسألة من المسائل الدقيقة التي ما زال الخلاف فيها في المحاكم، في ما الذي يعني يعد من المهر وما الذي لا يعد منه، وغالب الاختصام فيه كما مر معنا في مسائل
منها فيما لو فارق المرأة قبل الدخول فما الذي ترده له وما الذي لا ترده، وما الذي يلزم المرأة أن ترده إذا طلبت الخلعة، وقلنا إنه لا يجوز للمرأة أن تخالع بأكثر من المهر. نعم. وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائه، ولا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وجماعة. نعم، هذا حديث علقمة عن ابن مسعود، وقد أورد المصنف اسم علقمة لأن آخر الحديث إنما هو من كلام علقمة في قوله ففرح بها ابن مسعود، وهذا هو الغرض بأن ذكر اسم هذا الراوي، وإلا الأصل في هذه الكتب أنه هو تعليق الحديث من الصحابي مباشرة إلا لفائدة. قال: وعن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا. الرجل يجوز له أن يتزوج امرأة من غير تسمية صداق ولم تفرضوا لهن فريضة، وهذا باتفاق أهل العلم أنه يجوز نكاحها، والمرأة حينئذ تسمى بالمرأة المفوضة على وزن اسم المفعول، ويصح أن تقول المرأة المفوضة على وزن اسم الفاعل، لأن المصدر الميمي إذا فتحت ما قبل الأخير فهو اسم مفعول، وإن كسرت ما قبل الأخير فهو اسم فاعل. والمرأة مفوضة نوعان كما مر معنا في أكثر من موضع، إما أن تكون مفوضة للمهر أو مفوضة للبضع. والمرأة المفوضة هي التي لم يسمى لها مهر في العقد، فباتفاق أهل العلم أنه يصح النكاح ويجب لها حينئذ مهر المثل لأجل هذا الحديث، فصحة النكاح للآية ووجوب مهر المثل لأجل هذا الحديث، وهو قول عامة أهل العلم أو أكثرهم خلافا لبعض المالكية. والسبب في ذلك أننا نقول إن المهر سببه العقد ويستقر بالموت، وبناء على ذلك فإنه إذا عقد الزوج على امرأة ولم يسمي لها المهر فإنه أحيانا يجب لها المهر وأحيانا لا يجب لها المهر. انظروا معي، فهذه المرأة المفوضة إما أن يدخل بها، وإما أن يموت عنها، وإما أن يطلقها قبل المسيس والدخول بها. الحالة الأولى إن دخل بها، والحالة الثانية إن مات عنها فيجب عليه لها المهر كاملا، وهو مهر المثل لا وكس ولا شطط. وأما الحالة الثالثة وهو إذا مات عنها أو عفوا إذا طلقها قبل المسيس والدخول بها، فإنه حينئذ لا نقول إنه يجب لها نصف المهر بنص كلام الله عز وجل في القرآن، وإنما نقول يجب لها المتعة، وهذه هي الصورة الوحيدة التي تجب المتعة للمرأة، وهي إذا كانت مفوضة لم يذكر مهر في عقدها، والأمر الثاني طلقها زوجها قبل المسيس، وسيأتي أحكام متعة في نهاية هذا الباب بمشيئة الله جل وعلا. إذن عرفنا أن المرأة المفوضة حكمها أنه يفرض لها مهر المثل لأجل هذا الحديث، والأمر الثاني أنها إن طلقت قبل المسيس وهو الوطء فإنه حينئذ لا يجب لها لا نصف المهر كما هو الحال في من سمي مهرها، وإنما تجب لها المتعة، وسيأتي مقدار متعة الطلاق في نهاية الباب بمشيئة الله جل وعلا، سيأتي مقدارها وحدها إن شاء الله في نهاية الباب. طيب، القاعدة في ذلك ما السبب؟ نقول إن المهر سببه العقد ويستقر الملك فيه بالموت أو الدخول، على الصحيح من قول أهل العلم، وهو مشهور يعني المذهب وقول جماهير أهل العلم. إذن عرفنا أن ابن مسعود لما سئل عن رجل تزوج امرأة
ولم يفرض لها صداقا بمعنى أنها مفوضة. قال ولم يدخل بها حتى مات. وجه هذه النازلة أنه مات عنها. الصورة الأولى إذا دخل بها فلها مهر المثل لا شك. والحالة الثانية إذا طلقها فبنص كلام الله عز وجل لها المتعة. فالصورة الثانية هي التي سئل عنها ابن مسعود وهو إذا مات عنها ولم يدخل بها. قال فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها. قوله له مثل صداق نسائها، المراد بالنساء هنا النساء اللائي أضفن إليها، وهن قرابات هذه المرأة، فينظر في قراباتها نسبا وقراباتها جوارا معا. فإن المرأة قد يكون لها قرابات ولكنهن بعيدات عنها جدا، يعني يسكن في مدن وبلدان بعيدة، فلا ننظر لها في هذه الحال، وإنما ننظر لنسائها بهذا الاعتبار. ولذلك واختلفوا في تقدير من النساء، وتكلمنا عنها في غير هذا الموضع، أهن الأم أم الأخوات أم الخالات أم العمات وغير ذلك، ولكن المقصود عموما المتوسط فيهن. قال لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط. لا وكس أي لا نقص ولا شطط في ذلك، أي في زيادة على الزوج. قال وعليها العدة أي وتلزمها العدة، عدة الوفاة، وهي 4 أشهر و10 أيام. قال ولها الميراث أي ترث من زوجها ميراثا كاملا كما لو كانت زوجة. فهنا رضي الله عنه رأى أن أوقاس ابن مسعود حكم أن لها المهر، قال لأنه قد ثبت لها حكم النساء كاملا، فلما ورثت فإنه يلزمها العدة ويكون لها المهر، وهذا من الحكم باللازم، وهذا من الحكم باللازم. قال فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا، أو في امرأة منا أي من بني الأشجع، قال مثل ما قضيت. ففرح به ابن مسعود رضي الله عنه فرحا شديدا. قال رواه الإمام أحمد والأربعة وصححه الترمذي، وهذا اللفظ الذي أورده المصنف هو لفظ الترمذي. قال وحسنه جماعة. والعجيب أن الحافظ ذكر لفظ من حسنه ولم يذكر من صححه، وقد صحح هذا الحديث أئمة، منهم عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه شيخ الإمام أحمد وقد روى عنه، ومنهم ابن حزم كذلك، ومنهم الحاكم، ومنهم تلميذه البيهقي، ومنهم أيضا الذهبي، وكثير من أهل العلم صححوا هذا الحديث. والحافظ رحمه الله تعالى لم يذكر المصححين لعلة، وهي أن الشافعي رحمه الله تعالى، أقول نقول ربما هي علة، لا نجزم بأن هذا قصد ابن حجر، لأن الشافعي رحمه الله تعالى توقف في تصحيح هذا الحديث، فإنه لما أورد هذا الحديث في كتابه العظيم المسمى بالأم، وأنا قلت المسمى بالأم لأن الشافعي لم يسميه بهذا الاسم، ومتقدم أصحاب الشافعي كانوا يسمون هذا الكتاب بكتاب الربيع بن سليمان، ولكن سمي أما لأنه جمعت فيه كتب الشافعي كالرد على الأوزاعي وسير اللي هو سير الأوزاعي وسير الواقدي واختلاف الحديث، وكتب أكثر من كتاب، نحو من 12 كتابنا أكثر جمعت في كتاب واحد سمي الأم، وكلها من رواية الربيع بن سليمان المرادي. نعم. فقد ذكر الشافعي أنه قد توقف في هذا الحديث وقال إن صح هذا الحديث أخذت بحكمه، ومعلوم أن الشافعي علق حكم عدد من الأحاديث علق حكم كثير من المسائل بصحة الحديث فيها، وقد جمع بعض المعاصرين مجلدا كاملا في الأحاديث التي علقها الشافعي على صحة الحديث، قال إن صح الحديث أخذت به، ومنها هذا الحديث. فلعل الحافظ رحمه الله تعالى عندما نقل التحسين ولم ينقل التصحيح وجهه ما ذكرت، والعلم عند الله جل وعلا. طيب، هذا الحديث فيه من الفقه ما سبق في حكم المفوضة، سواء كانت مفوضة بضع أو مفوضة مهر، وأنه يثبت لها الأحكام السابقة. هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم وهو منصوص الإمام أحمد على أن الرجل إذا تزوج امرأة على ما معه من القرآن فإنها تكون في حكم المفوضة. ولذلك لما سئل أحمد عن الرجل الذي تزوج امرأة على ما معه من القرآن لم يسمي لها شيئا، قال أقضي به بحديث ابن مسعود أنه لم يفرض لها صداق لأنه معه ولم يعطيها شيئا من ذلك.
فلما قيل له فإن بعض الناس يقول يعلمها القرآن، قال هذا ليس موجودا في الحديث، من أين جئت به؟ ولذلك فإن مشهور مذهب الإمام أحمد وهو المعتمد عند أكثر أصحابه أنه لا يجوز أن يكون الصداق تعليما للقرآن، لأن تعليم القرآن لا يجوز المعاوضة عليه ولا تقديره بالمال ولا أخذ الأجرة عليه، فلا يجوز أن يكون صداقا. وخالف في ذلك بعض أهل العلم ومنهم ابن القيم فرأوا جواز ذلك وتسامحوا في هذا المعنى. نعم سمي شيخ. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل، أخرجه أبو داود، وأشار إلى ترجيح وقفه. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين، أخرجه الترمذي وصححه وخلف في ذلك. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد، أخرجه الحاكم، وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح. وعن علي رضي الله عنه قال: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم، أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال. نعم، هذه الأحاديث الأربعة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى هي في بيان قدر الصداق. ففي الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل، أي فقد استحل عقد النكاح من هذه المرأة. قال رواه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه، أي على جابر رضي الله عنه. هذا الحديث أيضا يعني صححه جمع أهل العلم كالترمذي ويعني غيرهم، يعني لهم في هذا الحديث كلام. هذا الحديث فيه أن من أعطى امرأة سويقا، والسويق معروف هو الدقيق أو البر إذا دق فأصبح دقيقا ثم حمس بعد ذلك، فلو أعطاها سويقا، وهذا تنكير، والتنكير يقتضي السويق القليل والسويق الكثير، وأقل ما يسمى سويقا أن يعطيها قبضة من سويق، فمن أعطاها قبضة وهو أقل ميزان يقدر به السويق فإنه حينئذ جاز أن يكون مهرا. الحديث الثاني حديث عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين، وقال: أرضي إذا رضيت من نفسها ذلك، فكأنه مدام رضيت من نفسها أن تزوج على نعلين فيصح ذلك. قال: أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك. قوله وخولف في ذلك أي خولف في تصحيح الحديث، فقد ضعف أبو حاتم الرازي هذا الحديث وقال إنه منكر، وأعله بعاصم بن عبيد الله، فإن عاصما هذا متكلم فيه. والحديث الثالث حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة بخاتم من حديد، وهذا لفظ الحاكم، وأصل الحديث بلفظ التمس ولو خاتما من حديد، وليس فيه أنه زوجه على الخاتم. ولكن هذا الحديث إن صح على كلام في هذا الحديث وقد تكلم فيه، فإنه يدل على أنه يصح أن يكون خاتم الحديد مهرا وصداقا للمرأة. والمراد بالخاتم هنا إنما هو الخاتم الذي يلبس أو الحلقة، ومعلوم أن خاتم الحديد قليل قيمته وهو أقل من 10 دراهم كما سيأتي في حديث علي، أقل من ذلك بكثير، وهذا باتفاق جميع الحاسبين. وقوله خاتم من حديد هنا نكر الخاتم كما ذكر ذلك الزركشي، وتنكيره هنا لأجل التقليل، فلا يصح حمل هذا الحديث على خاتم غال، فإن بعض شراح الحديث حاول أن يوجهه فحمله على خاتم سبك من نوع معين ونحو ذلك، فيكون حينئذ أغلى من المقدر. هذه الأحاديث الثلاث تدل جميعا على أنه يصح أن يكون الصداق قبضة من سويق أو من تمر، أو أن يكون نعلا، أو أن يكون خاتما من حديد. ولذلك أخذ منه فقهاء المذهب أن كل ما صح أن يكون ثمنا في المبيع صح أن يكون مهرا في الصدق ولو قل، من غير بيان حد لأقله، لا حد لأقله مطلقا، وإنما كل ما صح أن يكون ثمنا صح أن يكون مهرا. وزاد الخرقي رحمه الله تعالى قيدا آخر
وقال إنه لا بد أن يكون مما يتنصف. ووجه قول الخرقي أمران: الأمر الأول قال لكي إذا طلقها قبل الدخول بها أمكن تنصيف هذا المهر، والأمر الثاني قال لكي لا يكون هذا المهر صوريا بل لا بد أن يكون حقيقيا، فإن ما لا يتنصف بمثابة الصوري. ومثلوا لما لا يتنصف بالفلس، فإن الفلس لا يتنصف، وهي الهللة مثلا وهي أقل عملة تستخدم، هذا لا يتنصف. ومثله حبة الشعير وحبة الرز فهذه لا تتنصف. هكذا ضربوا مثالا لما يعني أراد الخرقي أن يخرجه من المهر، وعرفنا وجهه من جهتين: إما لأجل دفع الحيل لكي يكون هناك مهر حقيقي، والأمر الثاني لكي إذا طلقها قبل الدخول. إذا عرفنا هذه الأحاديث الثلاث عرفنا وجه حديث علي رضي الله عنه الذي بعده حينما قال لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني موقوفا، قال الحافظ: وفي سنده مقال. ووجه المقال في سنده أن الإمام أحمد ضعف هذا الحديث، فقد ذكر الإمام أحمد أن غياث بن إبراهيم الأودي أو أن غياث بن إبراهيم لقن أن هذا الحديث جاء من أن هذا الحديث جاء من طريق غياث بن إبراهيم عن داود الأودي، وقد لقن غياث داود هذا الحديث فتلقنه فرواه عن الشعبي عن علي بهذا اللفظ فصار حديثا، وإلا فإن هذا الحديث لا يصح، ولذلك ضعفه الإمام أحمد وغيره من أهل العلم. وبناء على ذلك فإن هذا الحديث لا يصح إسنادا، ولا يصح كذلك من حيث المعنى لورود الأحاديث السابقة، فإن النعلين وقبضة السويق والتمر وخاتم الحديد أقل من 10 دراهم ولا شك. إذن هذه الأحاديث الأربعة نأخذ منها حكمين: الحكم الأول أنه لا حد لأقل المهر إلا قيدا ذكره أبو القاسم الخرقي أنه لا بد أن يكون قد يتنصف. والحكم الثاني نأخذه من هذه الأحاديث أيضا أن السنة أن يكون المهر غير مغال فيه، ولذلك نص فقهاؤنا على أن المغالاة في المهور مكروهة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن خير النساء أيسرهن مؤنة، فمن علامة بركة المرأة ويمنها على زوجها ويمنها في حياتها في زوجيتها أن لا يغالى في مهرها، خيركن أيسركن مؤنة، وأكرم النساء إنما كان صداقهن من 400 إلى 500 درهم فقط رضوان الله عليهن. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. نعم، هذا حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصداق أيسره، قال أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره أي أقله من غير كلفة على الزوج، ففيه يسر، ولم يعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأقلية لأن الأقلية قد يكون هناك مقصودا وليس كذلك، فليس قلة الصداق مقصودة وإنما اليسر والسهولة، فإذا كان الزوج معسرا فيقلل في حقه، وإن كان غنيا وموسرا فيوصل في حقه إلى مهر أزواج وبنات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن عمارة ابن الجوني تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال: لقد عذت بمعاذ فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجه وفي إسناده راو متروك، وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي سيد الساعدي. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، قال تعني لما تزوجها، فقال لقد عذت بمعاذ، يعني الله جل وعلا، فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. قال أخرجه ابن ماجه وفي إسناده راو متروك، ويعني بهذا الراو المتروك عبيد بن القاسم سنتكلم عنه بعد قليل. قال: وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه.
المصنف أعرض عن رواية أبي أسيد وهي في الصحيح، وقد جاء فيها أن الجولية هذه رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هبي نفسك لي. طبعا إن قيل بإسلامها، لأنه جاء في بعض الألفاظ أنها لم تسلم، جاء في بعض الألفاظ أنها لم تسلم، فقالت: كيف يعني تتزوج الملكة الوضيعة، ونحو ذلك من الألفاظ، فتكون حينئذ لم تسلم. وقيل أنها تأخر إسلامها عن هذا اللفظ ولذلك ندمت. ففيه أن الجونية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هبي نفسك لي، فقالت ما قالت من ذلك الكلام، فلما قرب منها النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت بالله منه، فقال: لقد عذت بمعاذ. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: الحقي بأهلك. ثم قال لأبي أسيد رضي الله عنه: اكسها زراقتين، أو اكسها زارقتين، وهما نوعان من الثياب التي تلبس. المصنف أعرض عن رواية أبي أسيد وأتى برواية عائشة لأسباب. السبب الأول أن فيها قال: فطلقها، وأما لفظ حديث أبي أسيد ففيه أنه قال لها: الحقي بأهلك، الحقي بأهلك، وسأتكلم عن هذا الفرق. والأمر الثاني أنه في هذا الحديث أنه أمر أسامة فمتعها، فنص على كلمة المتعة. وأما في حديث أبي أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكسها هاتين الحليتين. وهذا الحديث الذي أورده المصنف حديث عائشة رواه ابن ماجه من حديث عبيد بن القاسم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وعبيد هذا قد كذبه ابن معين، وقال ابن حبان إنه يروي عن هشام بن عروة أحاديث موضوعة، فحكم أهل العلم بأن روايته عن هشام فيها وضع كثير. وقد روى البخاري هذا الحديث من طريق الزهري عن هشام بن عروة عن أبي عروة بلفظ يختلف عن هذا اللفظ، إذ رواية عبيد بن القاسم وهم فيها من جهات، أو أخطأ، ليس وهما بل هو خطأ مجزوم فيه من جهات. الخطأ الأول في تسميته للمرأة الجونية بعمرة بنت الجون، والصواب أن اسمها أميمة بنت النعمان بن شراحيل، كما نص على ذلك أبو أسيد في حديثه الذي في البخاري، فليس اسمها عمرة، وهذا الاسم ليس لها. الأمر الثاني أن هذا الحديث فيه تصريح بأنها حين أدخلت عليه ولما تزوجها، وأن هذه الاستعاذة منها كانت بعد الدخول. وأما حديث أبي أسيد فإنه قد يوهم أن قولها هذا الكلام كان قبل الزواج بها، وإنما كان في مرحلة الخطوبة. الأمر الثالث في هذا الحديث الذي أخطأ فيه عبيد بن القاسم في قوله فطلقها، وأما اللفظ الذي ثبت في الصحيح فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحقي بأهلك، كذا ثبت في الصحيح. والأمر الرابع فيما أخطأ فيه عبيد في هذا الحديث حينما قال: وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب، والذي ثبت في الصحيح من حديث أبي أسيد أنه كساها النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين فقط وألحقها بأهلها. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى فيه أن عمرة لما تعوذت بالله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم تركها، والتعوذ هو الامتناع به سبحانه وتعالى والالتجاء إليه والاعتصام، فمن اعتصم بالله عز وجل والتاذ به والتجأ إليه وامتنع به كفاه الله عز وجل كل ما أراد. وقد أخذ أهل العلم من هذا الحديث بأن الله عز وجل قد يستجيب الدعاء المحرم، ولا شك أن من أعظم الإثم حينما دعت هذا الدعاء في مقابل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يستجيب الله عز وجل الدعاء المحرم ابتلاء للداعي، ومن باب الامتحان له في ذلك أيضا. وهذه المرأة أجيب دعاؤها لما استعاذت بالله ابتلاء لها وامتحانا، ولذلك روي في بعض الأخبار أنها ندمت على ذلك ندما شديدا، ولكن لأمر أراده الله جل وعلا.
ولذلك قرر الشيخ تقي الدين لما قرر هذا الأصل قال: ومعنى ذلك يدلنا على أنه لو دعا امرؤ بأمر محرم ثم أجيب دعاءه لا نقول إن هذا الدعاء يسن تكراره، والأصل أنه لا يكرر من الأدعية إلا ما ورد به النص. فالتجربة بأن فلانا دعا فاستجيب له أو فعل شيئا معين لا يلزم منه صحة هذا الدعاء. نعم. قال: فطلقها. نأخذ من قوله فطلقها أن هذه اللفظة وردت في الصحيح بلفظ إلحقي بأهلك، ومشهور المذهب أن قول المرء لامرأته إلحقي بأهلك أنها من كنايات الطلاق، فيقع بها الطلاق إذا نواه الزوج، هذه مسألة. وأخذوا أيضا من هذا الحديث أنها من كنايات الطلاق الخفية التي لا يقع بها إلا واحدة إلا أن ينوي ثلاثا، لأن كنايات الطلاق نوعان: ظاهرة وخفية. فالظاهرة ينوى بها ثلاث إلا أن ينوي واحدة، والخفية يقع بها واحدة إلا أن ينوي ثلاثا. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأتي بالطلاق البدعة وإنما يطلق واحدة، فدل على أن الحقي بأهلك إنما تقع بها واحدة إلا أن ينوي ثلاثا. المسألة الأخيرة فيها أنه يستحب متعة الطلاق بعد الدخول، لأنه قال: فمتعها بثلاثة أثواب. وقاعدة المذهب أن المتعة أعلاها خادم وأقلها كسوة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه المتعة معتبرة بحال الزوج فقط وليس بحال الزوجة. المهر معتبر بحال الزوجة، والمتعة معتبر بحال الزوج، والنفقة بحالهما معا. فالمتعة إنما هي ينظر لحال الزوج باعتبار يساره وعدم يساره وقدرته وضيق حاله. نعم. باب الوليمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة قال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم. هذا باب الوليمة، وأهل العلم رحمه الله تعالى يذكرون باب الوليمة بعد النكاح مباشرة أو في باب النكاح، وذلك لأن المراد بالوليمة إذا أطلقت إنما هي وليمة النكاح، وأما غيرها من الولائم فإنه إذا أريدت فإنما تقيد، فيقال وليمة سرور أو وليمة كذا وكذا من الأسباب التي تكون موجبة لهذه الوليمة. وأما إذا أطلقت الوليمة فالأصل أنها وليمة النكاح، ولذا كل حكم يتكلم عنه الفقهاء إذا سموها بأحكام الوليمة فيعنون بها وليمة النكاح. أول حديث أورده المصنف وهو أصل هذا الباب حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، أي أنه رأى على ثوبه أثر صفرة من زعفران وغيره، وهذا يدل على أن الثوب إذا صبغ بصفرة كاملا فإنه حينئذ يجوز لمن رأى أن هذا الصبغ كامل للثوب. وأما الحديث الذي ورد فإنه محمول على الصفرة التي تكون قريبة للحمرة، قريبة للحمرة. وقيل إن هذا الحديث أثر صفرة أي أن في الثوب صفرة ليس كامل الصبغة، وإنما في بعض أجزائه بعض الصفرة من الزعفران. فقال: ما هذا؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا؟ فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فعبد الرحمن بن عوف لما فتح الله عز وجل عليه في التجارة حينما قدم المدينة خطب امرأة وتزوجها على وزن نواة التمر من ذهب. وجاء في مسائل إسحاق بن منصور كوسج أنه سأل الإمام أحمد كم مقدار وزن النواة، فقال: إنه 3 دراهم وثلث. ثم سأل إسحاق بن راهوية فقال: إن وزن النواة 5 دراهم. إذن على أقصى تقدير فإن وزن نواة التي أمهر عبد الرحمن رضي الله عنه زوجته إنما هو 5 دراهم، والأقرب تقدير الإمام أحمد 3 دراهم وثلث، وهو الذي مشى عليه الشيخ تقي الدين وغيره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فبارك الله لك. فهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، هذا ذلك يستحب لمن تزوج أن يدعى له بالبركة في زواجه وفي أثر زواجه من الولد وغيره. أولم ولو بشاه، قول النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه، هذا الحديث محمول في قوله أولم على الاستحباب، وهذا هو مشهور مذهب الأئمة الأربعة جميعا أن وليمة النكاح مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يولم على نسائه
وعلى بناته كما في حديث فاطمة وغيرها، وقال لعبد الرحمن أولم، فدل على استحبابه، بل هو استحباب مؤكد جدا، لأن من أهل العلم من قال بوجوبه وهم الظاهرية، ورواية مرجوحة جدا في مذهب الإمام أحمد. قال ولو بشاه، قوله ولو بشاه، لو هذه قال بعض أهل العلم إنها للتقليل، أي أقل ما يعني يذبح في الوليمة يضع شاة كاملة، وهذا ليس كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولم على أحد من نسائه بشاة قط، وقد جاء في حديث أنس ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من نسائه ما أولم على زينب، أولم لها بحيس دقيق وتمر جمع معا مع سمن وعجن، والحيس معروف ما زلنا نأكله إلى الآن، ولم يجعل شاة عليه الصلاة والسلام. فدل على أن هنا لو ليست على للتقليل مطلقا، وقال بعضهم للتكثير، للتكثير، وبناء على ذلك فلا يستحب أن يزاد عن الشاة، ونقول أيضا ليس كذلك، فإنه لا يمكن أن يقال بأن لا يجوز أكثر من شاة. فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو بشاة تختلف باختلاف الأحوال، فإنه يستحب أن يكثر في طعام الوليمة وأن يجعل فيها لحم كشاة ونحوها إن كان المرء ذا يسار، فيقيد حينئذ إن كان ذا يسار وقدرة ولا ضرر عليه، وإلا فيجوز النقص عليها من غير كراهة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها. متفق عليه. ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. هذا اللفظ هو اللفظ المتفق عليه، هو الأصح من اللفظين، وسيأتي توجيه اللفظ الثاني. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الوليمة، الهنا للعهد، أي الوليمة المعهودة، وهي وليمة العرس. وقد ذكر جمع من أهل العلم ومنهم أبو منصور الثعالبي في كتابه فقه اللغة أسماء الولائم، وأنه إذا أطلقت لفظة الوليمة فإنما يقصد بها وليمة النكاح دون ما عداها من الولائم التي تجعل للمناسبات. وعلى ذلك فإن الوليمة التي يلزم حضورها إنما هي وليمة النكاح، فمشهور المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين وغيره، بل قول أكثر أهل العلم والجمهور أن من دعي إلى وليمة عرس يجب عليه الحضور إليها، يجب عليه الحضور إليها، ولا يعني يعذر بتركها إلا بوجود شرط من الشروط التي تبيح له التخلف، كوجود دعوة سابقة كما سيمر معنا، أو وجود منكر، أو بعد كمسافة قصر، أو انشغال بمرض، أو قبول عذر، ونحو ذلك من الأعذار التي ذكرها أهل العلم في محله. إذن نأخذ من هذا الحديث أن وليمة النكاح يجب حضورها وعدم تركها إلا أن يأذن صاحب الحق وهو الداعي. من هذا الحديث قبل أن ننتقل للجملة الثانية أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي، المراد بقوله إذا دعي أي إذا دعي دعوة نقرى لا دعوة جفلا، لأن قوله دعي أي خص بالدعوة، والنقرى هي التي يخص بها الرجل، وأما الدعوة الجفلة فإنها التي تكون لعموم الناس. فنأخذ من هذا الحديث أن الوليمة التي يجب الحضور حضور إليها وإجابتها هي الوليمة التي يخص المرء بالدعوة فيها، وألا تكون دعوة عامة. فلو قام رجل في مسجد وقال أيها الناس أنتم مدعوون للزواج، فهذه دعوة جفلة وليست نقرى، فهذه لا يستحب حضورها أساسا، بل مشهور مذهب أنه يكره حضور الدعوة الجفلة، ويجب حضور دعوة النقرى التي يخص المرء بها. طيب، قوله إذا دعي أحدكم، في قوله إذا دعي أحدكم يدل على أن العبرة بالدعوة من صاحب الوليمة الذي أقامها، وهو الزوج أو الزوجة أو وكيلهما. فالزوج قد يكون أبوه هو وكيله، والزوجة يكون وليها هو وكيلها، أو أمها هي الوكيلة في هذا الأمر، فحينئذ يكون واجبا. فإن دعا غيرهم من الفضوليين كالأخ مثلا، أخو الزوج، بعض الأخوان إذا جاءت الوليمة
الأخ يدعو زملائه مثلا، وهذا موجود كثير جدا، أو يدعو ابن العم، بعض الناس يعني يدعو لزواج ابن عمه، فنقول إن هذه الدعوة للزواج، فإن هذه الدعوة للزواج ليست من الدعوة التي يجب حضورها، بل يجب أن يكون الحضور الدعوة، يجب أن تكون الدعوة من صاحب الشأن وهو الزوج أو الزوجة أو وليهما ووكيلهما في هذا المعنى. نعم. قال: ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. فقوله إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، هذا يدلنا على الحكم السابق، وهو أنه يدل على الوجوب. قوله عرسا كان أو نحوه، هذه الزيادة مدرجة وليست من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هي تفسير من بعض الرواة، من بعض الرواة. وعلى القول بثبوتها فإنها تحمل حينئذ على الاستحباب، فإن الوليمة إذا لم تكن وليمة عرس فإنه يستحب إجابة الدعوة إليها وليست بواجبة كوليمة العرس. وأما وليمة العرس فقد ثبت من حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم، ولا يسمى عصيانا إلا ما كان واجبا يأثم المرء بتركه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه مسلم. نعم، هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. قال: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هذا لفظ مسلم. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان. المسألة الأولى ذكرناها قبل قليل، وجوب حضور وليمة النكاح، لأن قوله ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وقد خصصنا هذا الحديث بوليمة النكاح لأجل الجملة الأولى التي فيه، فإنه قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء، أو يدعى يمنعها من يأتيها ويدعى لها من يأباها. فإنه معلوم أن وليمة النكاح هي التي يدعى لها الأغنياء ويدعى لها علية القوم، لأن الزوج يدعو الذين يتوجه بهم ويتجمل بهم أمام الزوجة، والعكس كذلك، فإن المرأة وأهلها إنما يدعون من يتوجهون به أمام الزوج وأهله، فيدعون علية القوم ويتركون ضعفاءهم. ولذلك هذا المقصود به وليمة النكاح خاصة، وهذا واضح من سياق الحديث. هذه المسألة الأولى المقصود في هذا الحديث. المسألة الثانية أن هذا الحديث فيه أدب، فإنه يستحب في وليمة النكاح ألا يخص بالدعوة الأغنياء، وإنما يدعى لها الفقراء، لكي يكون الطعام طعام خير، فإن ما يقابل الشر طعام الخير، وإذا بني النكاح على الخير فإنه علامة بركة ويمن. وقد جرت عادة الناس أنهم إنما يدعون في ولائم أعراسهم أغنياء الناس والذين يتجملون بحضورهم، ومما زاد هذا الأمر ما أصبح يفعل في بعض القاعات من حصر الحضور بعدد معين، فأصبحوا ينتقون من الناس أقربهم وأغناهم ومن يتوجه به دون من عداه من الناس. وهذا في الحقيقة مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها وهم المحتاجون للطعام، ويدعى إليها من يأباها وهم الأغنياء الذين يعني لا يحضرون رغبة في طعام ولا في غيره. وبناء على ذلك فقد ذكر الفقهاء أن الوليمة إذا خصت بالأغنياء فقط، وهو المذهب، ولم يحضرها إلى الأغنياء، وعلم المرء أنه لن يدعى لهذه الوليمة إلى الأغنياء دون أواسط الناس، فإنه حينئذ يكون ذلك عذرا في جواز التخلف عنها، يجوز المرأة يتخلف لأجل ذلك. وهذا نص عليه فقهاؤنا وغيرهم رحمة الله على الجميع استدلالا بهذا الحديث. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، أي الوليمة التي يفعل فيها ذلك، فإن لم يفعل فيها ذلك فإنها لا تكون شرا، وهو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن طعام النبي صلى الله عليه وسلم كله خير وبركة، وقد كان يدعو الناس جميعا عليه الصلاة والسلام. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم، أخرجه مسلم أيضا. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فليجب، فليجب أي فليجب الدعوة للوليمة، فإن كان صائما فليصلي. معنى قوله فليصلي أي ليدعو، فإن المراد بالصلاة هو الدعاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يثنون عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي ادعوا له. نعم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان صائما فليصلي، المراد بقوله فليصلي أي فليدعو، يدعو لصاحب الوليمة بالبركة ويدعو له بالتوفيق في زواجه ونحو ذلك. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شاء طعم وإن شاء ترك، أي إن كان صائما إن شاء طعم وإن شاء ترك يعني الأكل. والفرق بين الحديثين أنهم يقولون إن كان المرء صائما فريضة فلا يجوز له الإفطار، وأما إن كان صائما نافلة فيجوز له الإفطار وعدم الإفطار إلا أن يكون في ذلك غضاضة في نفس صاحب الدار، فإن علم أن صاحب الدار يتأذى من عدم أكله فإنه حينئذ يفطر لأجله، فالأفضل في حقه أن يفطر حين ذاك. قال وإن كان مفطرا فليطعم أي فليأكل. وفي هذه الجملة في قوله وإن كان مفطرا فليطعم يدل على استحباب الأكل في وليمة النكاح، ولذلك قال أهل العلم إن الوليمة المراد بها الطعام الذي يجتمع عليه وليس مطلق الاجتماع، فإنه لا تكون الوليمة وليمة إلا بحضور طعام فلا بد منه، ومن حضر وليمة عرس فيندب له أن يأكل ولو شيئا قليلا. وقد تكلم أهل العلم في ضابط الحد القليل الذي يحصل به السنة أقل ما يسمى أكلا، فمما ذكره أبو الوفا بن عقيل رحمه الله تعالى أن أقل ما يسمى أكلا أن يغمس المرء إصبعه في إناء الماء ثم يمص إصبعه، وحينئذ يصدق عليه أنه قد أكل من الطعام. ولذلك من دخل وليمة عرس وشرب عندهم فنجال شاي أو كأس ماء أو قهوة فإنه يكون أتى بالواجب من حضور الوليمة وأتى بالسنة من الأكل من طعامهم. وبعض الفقهاء الشافعية المتأخرين وأغلب ظني أنه البيجوري لما تكلم عن الوليمة قال وتحصل الوليمة بما يفعل في وقتنا، طبعا البيجوري له 200 سنة، مثل الشربات كذا قال، فالشربات هذه من قديم تعرف عند المصريين وفقهاء المصريين، فقال من شرب الشربات في الزواج خلاص حصلت به الوليمة وترتب عليه جميع آثاره. نعم. وله من حديث جابر نحوه وقال فإن شاء فطعم وإن شاء ترك. نعم، هذا بالنسبة للصائم. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق، وطعام يوم ثاني سنة، وطعام يوم ثالث سمعة، رواه الترمذي واستغربه ورجاله رجال الصحاح، وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه. طيب، هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الوليمة أول يوم حق، معنى كونه أنها حق يعني أنها لازمة الحضور ويجب حضورها، كذا وجهه أهل العلم. قال وطعام يوم الثاني سنة، إذن إذا فعلت وليمتان فإن الوليمة الأولى يجب حضورها والوليمة الثانية يجوز حضورها، يجوز حضورها أو يندب على اختلاف الرواية في المذهب. قال وطعام اليوم الثالث سمعة، بمعنى أن الوليمة إذا كررت ثلاثة أيام فإنه في اليوم الثالث يكره حضورها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها سمعة ورياء. قال ومن سمع سمع الله به، قال رواه الترمذي واستغربه أي قال إنه غريب، قال ورجاله رجال الصحيح. الاستغراب قد يكون لأحد أمرين، إما الاستغراب للمتن أو أنه يكون غرابة للإسناد، وغرابة الإسناد أن يتفرد بالحديث فرد عن فرد، وأما غرابة المتن بأن يكون في ألفاظه ما ليس موجودا. وغالب الفقهاء رحمه أو غالب علماء الحديث المتقدمين يطلقون الغرابة على غرابة الإسناد،
فالترمذي حينما استغرب هذا الحديث وقال إنه غريب، أي تفرد به بعض الرواة، فقد تفرد بهذا الحديث رجل من رواته يسمى بزياد بن عبد الله البكائي، وقد تكلم فيه، فبعض أهل العلم يوثقه وبعضهم يضعفه، وهذا هو الذي يعني عل به الترمذي هذا الحديث. هذا الحديث أخذ منه الفقهاء رحمه الله تعالى أن الوليمة إنما تجب في اليوم الأول، وأما اليوم الثاني فإنه ليس بواجب، فهو دائر بين الإباحة والندب، وأما اليوم الثالث فإنه مكروه. ويستثنى من ذلك صورة، وهو إذا كان المكان ضيقا فإنه حينئذ يجزأ الحضور بين الناس. ولذلك جاء في البخاري أن ابن سيرين أولم على ابنته، أو أن سيرين أباه أولم على ابنته سبعا يولم، وذلك لضيق المكان، فإذا كان الناس مدعوه كثر فأولم لبعض الناس وليمة ولآخرين وليمة أخرى، فإنه حينئذ تأخذ الوليمتان حكم الوليمة الأولى. ومثال ذلك حينما يجعل الرجل وليمة في بلدة ووليمة أخرى في بلدة أخرى، مقصود يقصد بها أهل ذلك البلد كأن يكون أهله في تلك البلد، فإنه يأخذ هذا الحكم، والله أعلم. نعم. وعن صفية بنت شيبة قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، أخرجه البخاري. نعم، هذا حديث صفية بنت شيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، ومعروف أن المد هو جمع الكفين، فلم يكن وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه إلا شيئا قليلا. ومر معنا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أولم على أحد من نسائه ما أولم على زينب حاس لها حيسا، والحيس هو أن يجمع تمر مع سمن مع شيء من دقيق ومع شيء من أقط يدق معه، ثم يخلط الجميع فيكون حيسا، سمي حيسا لأنه يخلط معا، ثم يجمع إما على شكل كور أو غيرها، وهذا ما زلنا نأكله إلى الآن وهو معروف ويسمى الحيس. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على زينب، وهو أكثر ما فعل عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يدلنا على أمرين. الأمر الأول أن السنة في وليمة النكاح عدم إكثار الطعام إلا إذا كان الحضور كثيرين، فإن كان الحضور كثيرين فإنه يكثر لقدرهم، وأما كثرة الطعام والمباهات فيه فليس ذلك من السنة في شيء. وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباهين، لفظ الحديث نهى عن طعام المتبارين، والمراد بالمتبارين المتباهين الذين يتباهون بكثرة الطعام وأنواعه وأصنافه ومن حضر إليه. ولذلك المقصود ليس مقصود كثرة الطعام، وإنما المقصود الاجتماع وإعلان النكاح، فإن الغرض الأسمى والأجلى من وليمة النكاح هو إعلانه، فإذا وجدت وليمة النكاح فالمقصود منها إعلان النكاح وإظهاره أن فلانا تزوج فلانة، وليس المقصود من وليمة النكاح يعني إظهار ما أنعم الله عز وجل على الشخص أو أن يظهر نعمة ليست عنده ونحو ذلك. المسألة الثانية أن هذا الحديث يدل على أن الشاة ليست بواجبة، بل وليست سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها، وإنما بحسب الحال، فإن كان المرء مقتدرا والحضور يعني يغنيهم ذلك فإنه يذبح لهم الشاة، جمعا بين هذا الحديث وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين حديث عبد الرحمن بن عوف في أول الباب. سمش. وعن أنس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالإنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والإقط والسمن، متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، هذا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بين خيبر والمدينة 3 ليال بني عليه بصفية رضي الله عنه رضي الله عنها، فإن الله عز وجل لما فتح على نبينا صلى الله عليه وسلم خيبر كان في سهمه صفية، وهي من أشراف اليهود رضي الله عنها وأرضاها، وقد أسلمت وهي أم المؤمنين، وكفاها شرفا أنها تزوجت خير الخلق محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية
وبنى بها، اختلف الصحابة هل بناؤه بها لكونها أمة تسرى بها أو لكونها زوجة تزوجها، وما عرف ذلك الصحابة رضوان الله عليهم حتى أصبحوا حينما حجبها عليه الصلاة والسلام، فلما حجبها عرفوا أنها حرة وأنه قد تزوج بها زواجا عليه الصلاة والسلام وليس تسريا. ولذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 3 ليال إكراما لها وإكراما لمكانتها رضي الله عنها، ولكي لا يظن أنها بمثابة السرية، وإنما أقام عليها 3 لأجلها رضي الله عنها، وقسم لها كما يقسم لسائر الأحرار. قال أنس وقد كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم: فدعوت المسلمين إلى وليمته. ومعلوم أن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين. قال أنس كما روى أبو الشيخ الأصبهاني في الطبقات، طبقات العلماء الحديث في أصبهان، أن أنسا قال: لما بلغت أي احتلمت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: لا تدخل على النساء. قال: فما كان يوم أشد علي من ذلك اليوم. وهذا فيه أن أنسا كان صادقا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حاله من حين بلغ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ أنس منعه من الدخول إلى النساء، ولذلك فإن الخادم يمنع من الدخول إلى النساء والنظر إليهن وغير ذلك من الأمور. قال: فدعوت المسلمين إلى وليمته صلى الله عليه وسلم فما كان فيها من خبز ولا لحم، وهذا لفضل النبي صلى الله عليه وسلم وزهده ونظره في الدنيا، وإلا فقد فتح الله عليه خيبر في وقتها. قال: وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، أي نشرت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن، متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: المسألة الأولى ما مر معنا من أن وليمة النكاح لا حد لأقلها، وأن حديث أنس رضي الله عنه في قصة عبد الرحمن بن عوف حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه، أن هذا محمول على بعض الناس، وأن الندب مخصوص فيما إذا كان المرء ذا سعة في ماله، وأن الحضور كثير فإنه يستحب أن يكون فيها لحم من الشياه لا على سبيل التقليد. الأمر الثاني أن هذا الحديث فيه دليل على أن المرأة إذا تسرى بامرأة فإنه يجوز له أن يولم لها، بل ويندب له ذلك. ووجه ذلك أن الصحابة لم يعلموا ويجزموا بأن صفية رضي الله عنها زوجة بمجرد الوليمة، وإنما علموا ذلك بحجبها، فكأنه في ذهنهم أن الوليمة قد تكون أيضا للسرية وقد تكون لغير ذلك. يمدينا ولا خلص الوقت حديث أو نكمل الأسبوع القادم؟ كم بقي شيخنا؟ 9 7. إذا نأخذ حديثا واحدا نكون أنهينا الباب، الباقي في أداب الأكل. 7. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف. نعم، هذا حديث رواه أبو داود، وقد ضعف الحافظ هذا الحديث هنا وفي غيرها من المواضع، لأن هذا الحديث تفرد به بعض الرواة وهو الدالاني، وهذا الرجل متكلم فيه. قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. هذا الحديث مع ضعف إسناده إلا أن الفقهاء عملوا به، لأن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا استوى صاحب حق يبحث عن المرجح، وهي القرينة التي ترجح. وفي هذا الحديث أنه يجب على المرأة يجيب دعوة وليمة النكاح إذا دعي إليها، فإن دعي دعوتين فإنه يجيب الأول منهما دعوة له، أول داعيين فليجب أولهما، في قول، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. كذلك فإنه يجيب الأقرب إليه بابا، الأقرب إليه بابا، وهو المقصود أقرب جوارا، فالأقرب في الجوار يقدم على غيره. وألحق به أهل العلم أيضا فيما لو كان الأقرب نسبا من باب قياس الشبه، فلو دعي المرء دعوتين إحداها لرجل قريب له في النسب والثانية لرجل غريب، فتقدم دعوة القريب للنسب على دعوة الغريب،
فإن تعارضتا معا بأن كان المرء دعا الغريب قبل القريب، فمن يقدم منهما؟ نقول يقدم منهما ما قدم في الحديث، فيقدم القريب بابا وهو الجار، أو القريب نسبا على غيره، على غيره. طبعا كل هذا الكلام فيما إذا لم يوجد أحد الموانع التي تبيح التخلف عن الوليمة، كوجود منكر أو وجود مسافة بعد كمسافة قصر ونحوه أو غير ذلك من الأسباب التي ذكرها أهل العلم. والموانع تصل إلى 20 مانع، تصل إلى 20 مانع ذكرها أهل العلم في هذا الباب. طبعا أهل العلم أطالوا في قضية اجتماع داعيين، حتى إنهم قالوا إذا استووا من كل الجهات فإنه يقرع بينهما فيحضر إحدى الدعوتين دون الثانية. ومعلوم قاعدة المذهب أن المذهب من أوسع المذاهب الأربعة في إعمال القرعة، وقد ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم 4 أحاديث كما قال الشيخ تقي الدين وابن القيم، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعملها دائما. والقاعدة في إعمال القرعة أنه إذا استوى حقان فإنه يقدم من خرجت له القرعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل إن شاء الله الدرس القادم.